بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم ألهمني الصواب وعلمني الحكمة وفصل الخطاب. آتنا سر المبحث الثامن في فوائد التشبيه. فوائد جمع فائده. الغرض من التشبيه والفائدة منه هي الإيضاح والبيان في التشبيه غير المقلوب، ويرجع ذلك الغرض إلى المشبه، هو إما بيان حاله، وذلك حينما يكون المشبه مبهما غير معروف الصفة التي يراد إثباتها له قبل التشبيه، فيفيده التشبيه الوصفة ويوضحه المشبه به، نحو شجر النارنجي كشجر البرتقال. بلى لرام على ما بس لتشبيه سودكيتشيا رون كردنويا لتشبيه غير مقلوبة، وهذا التشبيه غير مقلوبة ك وايلي كي مشبه به أشبهني بمشبه هو أول لا غرضه يترش أجيني واي أول ما بس كأوي كمشبه وايلي هاتو خريك لمشبه به بقوة ويا ود واستثناء كا كوابو ما بس كلي راع توضيح مشبه لواقعة إلا لمقلوبة أنا به جاء إيش كمال فوائده يا بيان حالتي لكاتك مشبه مبهم ناديارة ترى بهو مشبه به هو بيناسيني بخلق إذا من نازان من نارنج شيا بلان برتقال مخواردوه إيش الله يدركتك يا الله يدركي برتقال بل النارنج يعني خوش بغني آخر عالم منوي المكاك بل قول الشاعر إذا قامت لحاجتها تثنت كأن عظامها من خيزراني 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 درختك ايش يعني كاتي وصفي واقتاك علي وانا نرمونيانك هلا سي احتياجي يجي خوي دفعك او انا خوي خواركات وكوبلين خوش دعانا يو هلا سيتو اسقانك يا الله هل خيزران خيزران دارك ديار زون نرمونيان يا شيخ من دار خيزران شبه عظامها بالخيزران بيانا لما فيها من اللين أو بيان إمكان حاله بلد. وذلك حين يسند إليه أمر مستغرب لا تزول غرابته إلا بذكر شبيه له معروف واضح مسلم به ليثبت في الذهن السامع ويقرر بقوله ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم. هوايك شبه نظرها بوقع السهام، وشبه إعراضها بنزعها بيانا لإمكان إيلامها بهما جميعا. بهما جميعا. بها يا مرات الزايد. بلى. عليه يعني ما بستكره هو بيان إمكاني حالي أشتاكي من ناتج بدل ما تقول تويب يمثل من كواية. لكاتك أشتكي مستغرب ليت فعل مشبه كا من ناتج بدل ما غرابتي وشت لا ناتج إلا أبي يوينيشن ببيانك أو يوين لا يمن مسلم به بو إلا زيني سامع يوغرا وشت إثبات بيتو داب مزري مثلا بون منا علي أي ويل بو محبوبكي ويل بو ضميري ويل أبو محبوبك أتشتو ويل بو محبوبكي أجر تماشايبك أجر بشتي لي هالكاو روي لغرشكا بو من شلون چون وای ویل بوی تو شله باوک کم تیر بچه بنا ولا شا هر ازاری هه دری بینی هر ازاری هه نفرقی چیه لرا تمشاکر نکی وکو چقانی تیر وای لالا شی محبوبک یا پشت حال کرد نکی شو روگرش کرد نکی شو وکو در هنانی تیر وای کابو کا بلای مال او اشتکم گنجا وقت کم گنجا و بلا تو عجائب نبی أو بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف وذلك إذا كان المشبه معلوما معرف الصفة التي يراد إثباتها له معرفة إجمالية قبل التشبيه بحيث يراد من ذلك التشبيه بيان مقدار النصيب من ذلك جار مجرور تشبيه شبه مجرور بإيه ملكنا مثلا التشبيه كيف بدل ذلك هنا التكلفة بباوك من الأخوات وشدبه من ذلك التشبيه تواه بدل ذلك وتواه من ذلك التشبيه
بيان مقدار نصيب المشبه من هذه الصفة، إيه؟ وذلك بإن يعمد المتكلم، بإن يعمد المتكلم صيدلا يعمد المتكلم ذي برام هني بونك الدول فقط صيدلا يلا يعمد المتكلم لأن يبين للسامع ما يعينه من هذه المقدار. ما يعنيه؟ ما يعنيه من هذا المقدار كقوله كأن مشيتها من بيت جارتها مر الصحابة لا ريث ولا عجل. بل وكتشبيه الماء بالثلج في شدة البرودة كقوله فيها 42 حلوبة سودا كقافية الغراب. يعني بيان مقدار اشتكمان بوا كما وسمحمو حال مشبه من نازل من بقوة ولاوازة بيان بوا كي بوا مشبه لا من معلومة معروف الصفية بلا معرفتك إجمالي وكرتي بيش تشبيه تو تبي اندازك ان بو دياري كي بهوي او تشبيه هو كابراي متكلم مثلا كتوي بو من بو سامع رون يكيتو ما بستكرون اكيتو مثلا علي روشتني او افرتا لما علي دراوسي كي او بو مالا كي تر علي هورا نا اوتاني لسرخو شيني و تمال بي نا اوتاني زور عجليش بكا اما روشتني ما مناوان دي يا تشبيه او كي ببفرو لسار دي نمونه الماء كالثلج مثلا يا نمونه كي تلم شعراء علي او شونا فيها او مكانا نازم بوشوشتو چلو دو حلو بيتي حلو يعني وشتري بدوش رشن رشن علي علي بشي ناووي بشي ناووي قل رشي رشن قل رش كومالي پري هي پركاني دروي گورن بلام زور توخ نيه لرشيا اوي كبدروي بلام كاتي بال هلا ابري كاوا بال كاتو خوي جيفا كاتو لجير او پر گورانا نختي فريج كولا هيا او پرچ كولانا زور رشتر لطبقي سروا جابويا علي كخافيه خافية على بشي ناووي ريشي قل رشا بشي ناووي زور رشت لويك لبشي دروية دو جور ريشي هي بشي دروة بي أوتري قوادم بشي ناو بي أوتري خوافي حتى على المثلة هاتوا ليس القوادم كالخوافي أواني بشي دروان موكو بشي ناو رشني او حتى بوت مثلا او عربا على شبه النياق السود وش در شكاني تشبيه كردوا ببشي ناو ويقل الرش فركاني بشي ناو بو اويد روني بكاتو بو منوتو اندازي الرش يكي كابو من ازانم رشا بس نمزاني و اوان الرشا اتي وم ديالي بك ما شبرام شوارم أشعرم أو تقليل حال المشبه وتمكينه في ذهن السامع بإبرازها فيما هي فيه أظهره كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح فتأتي بمشبه حسي قريب التصور يزيد معنى المشبه إيضاحا لما في المشبه به من قوة الظهور والتمام نحو هل دولة الحسن إلا كدولة الزهي؟ وهل عمر الصبا إلا أصيل أو سحر؟ كما كقوله إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبتا لتعذر عودة القلوب إلى ما كانت عليه من الأنس والمودة. يان يعني اتويتو تقرير حال مشبهة كم بوكي لزيني من الجيجيري كي لش بشوية داري اخي بوم اشبهيني بشتكو كلاي من اشكراتر و زانراوتر مثلا اشتك اديت بنا مشبه كوا بيجدي بتثبيت و لدلي من زور جيجير ناوي يعني اشتتو باسه كردو بلا مشبهة حسين بوديني اوشت معنوية اشبهيني بحسيكوا
هتاوكو حس كلام من زيك خريب تصوره هتاوكو لزيني من زيات الروني بكيت وتنج مشبه به لا من رونه ولا مشبه الرونيه مثلا علي بابا جواني بجواني منازه ملام حمو جوان فتره جواني تو وكو قولي واي قول دو سير روش قشو جوانا ندوا سي سبي انت بوتي وانا بجواني تا نازو قالتا بتالا سبيكاني منكي يا علي بابا تمني من علي شي تبني من علي واريك يان بارشيوكا يان وكو مشارة علي دلكان كاتيك ليك عاجز وزوير بون وكو شوشوايا جبر ناكدتو بويا ليرا تشبيه تنافري قلوبك ابا شوشش كان دن بو چونجي بلا اتوي بمني بسلمينيكا قرانوي دلا كان كات الزيوير بون بو مودتو اوانا زور ناراحته وكو چون شوشكش كان ناقرتو جارت البوم جراي توتم روش جان لخدمت مع وسع عبد الكريم ابوم باسي جامي هات ناو كمن جامي ان بيانوتم نبرو نن كمر دو خيب وخو عفيبكا نان الله جامي بخوان مودسي شان خوش بيه برحال من اجل خدمت معوص عبد الكريم باسي او موضوعها تبيشو كشيخ جامي دعاي لمردوخي كردوا لملائك مردوخي ولا وشكيشي كردوا لإيران وتم علي قربان ام دعاء تشيبو من اوات وزي بتهكمو وكبلن قسكم بوني استنكاري لهات انكاري موضوع كم كر وتم علي ام دعاء تشيبو قربان ما قول لبو هرتواو نبو اي شوتي الرولا دل وكو پرای گلواي دل قسكي سيج بير ما فرموي دل وك پرای گلواي كجاكا اجاكي ام جا بسراتكي شيخ جامي بو يرامو انت ملائك مردو خيل گوندك لو گنداني يرانا درس جامي با فقيكي وتو لباسي اذا نكر صرفا وما في علتان اذا نكر صرف اشتكي آوايا فرمي آلا درسي فيوتو ملاك نيزاني وتقريري كي جواني بكاو فقيكيش تيناقي وكا ملا نيزاني فقيش تيناقي وانتي كابرايكي السياحش قروشيش لنا ومزقوتكا لسوشي كي أوسرو دانشتو عبادتكا غريب بولديكا وانتي ملا مردو خييكا كمن خزمك ايما كتقريري درسكي نزاني و رقي هرسا وكتبك ياو بيك آوا ودوسي جوني ياو بشيخ جامي مؤلفك متويتي أوش أم موضوعي نزاني وكتاليفي كتويتي هرسا وكتبك لشوني خويا جي الله وشو توبو مالو فقيك شو تحجرك وكتبي هبدو لنا لو شو ناجي ماو فو سعادته أو المحرام نيالة شوني درسك عبلي جي ماو شيخ جامي سياحك شيخ جامي خوي بوا بتر خو یاشکران نکردو لیانو بس جویل جوانکان بو جویل قسکان بو کپی و تراو هاتو تقریر کی جوانی لسره شونه نوسیو موضوع کی بارون کردو تو پاش نسیوتی لسره نسیو یا خو خوت و چت لم کتابا موفق نه بن مادام او دعانا عقانو لمن کردو او جوانا عقانو بمن دا یا خو موفق نه بن درو دعا لیو جرابو چون کی دل جاکاو ودلي زوير بو ودعاكي جرابو دعاكي وقبلين وقع موقع القبول تازن ناقرتو تفكر روكرا هل ناقرتو يعني براسي تخريجكي ما مثلا زور جوان شو بدل ما كأو تشبيهيك الفرموي دل وكو پري قلوايا كجاكا أجاكي إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر بل بينجم أو بيان إمكان وجود المشبه بحيث يبدو غريبا يستبعد حدوثه بل المشبه به يزيل غرابته يزيل غرابته ويبين أنه ممكن الحصول بقوله فإن تفق الأنام وأنت تفق إليته بل وأنت منهم بلد. فإن المسك بعض ضمير غزالي واهي أميش حالتك ترى يعني أتويب مني بسلميني كمشبه ممكن الربدا لا من غريبة يستبعد حدوثه اشتوى عالم ناقنجي
بلام كاتك بوم أشبهني بمشبه به ومشبه به لا من واضحة إتر غرابة مشبهة كيج لا أتشلام وبيم أسلميني كممكن الحصول مثلا توب باشايا كلي علي أجر توب برستري لأنام وتو كسيكي لأنام وتل مخلوقات براسي مسك بعضك لخويني أسك بلا ومدحه وتحسين حاله ترغيبا فيه أو تعظيما له بتصويره بصورة تهيج في النفوس قوى الاستحسان بأن يعمد المتكلم إلى ذكر مشبه به معجب بل قد استقر في النفس حسنه وحبه فيصور المشبه بصورته كقوله وزاد بك الحسن البديع نظارة كأنك في وجه الملاحة خال ونحو فإنك شمس والملوك كأنك فإنك شمس والملوك فإنك دائما كأنك فرقناك والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب بل مثلا أتبع مدح حالي هنكي مشبهكي لاي من جوانكي بوي كمن شوكو تو خوشم بيو بلامو قور بيه بس صورة تشبيهي أكي كوال لنفسك نفس سامعة جواني قوتي جواني بنويني ييت باسي مشبه بيه معجبا بوكي كتوبي معجبي لنفسا جوانكي يعني تشبيه مشبه بوكي بمشبه بيكو كلنفس هر دولا مانا جوانكي تقرير كراو تثبيت كراو مشبه أشبهيني به مثل عليه وزاد بك الحسن البديع نضارة جواني بهوي تو جوان تربوة شو تو علي لروي جوانيا خالك يا أفرتي خوي زور جوانا بلا ما بيني خالك شو بسر كرمي ويا بسر سنجي أو خالك جوان تري كردو هميش على تو واي يا على تو كو خور واي تا پاشا کانی شوکو استیرکان وانم کاتی که خور هلهاو استیرکان هر رویان نای درکون یا امشی علی تر سبقت الیک من الحدائق وردت و اتت که قبل اوانها تطفیلا اما گولی که تو مثلا گولی کان بردو بولای آفرتیک گولی که هشتا تواو دمی نداوتو دمی داوتو نداوتو هشتا پرای گلکان آو کو پم پنجانی من هشت دمیان دیگ نکردو تو ایشاله برله هل هاتنی و تو او دم کردنوی گلک هاو بولای تو ایتر بیان برده بس مالا خوی گلک هاو بولای تو مواله مالا گلک هاو بولای تو پیش اوانی دم کردنوی بی تطفیلا خوی کل بمنالو گلکو کو منال هاد بولاد او گلا بتمابو ما چوکا بتماب ما چوكا اذ رأتك كاتك تويبيني دمي بو كومال كرد يعني انسان ماچي بكا دم عالدار كومالا كا دمي بو كومال كردي وكو كسي كبيو ماچي كا اما افرتك خوي قولاكا بردو بولاي دمي بلام او تشبيه ويكتو هكا قولاكا حاتو بولاتو افرتك خوي حزيك لو بواني قولاكا بكا بلام اولي بتماب ما چوكا يعني سيدي او تشبيه براسي او نجواني كردو انسان ام شعریش نینسیو هیچه ولم نظم غزالی لگورانی که ایلی نظم جولی ویانا زور بجوانی ایلی نظم غزالی و مغنی عربی که عراقی که خوی بزور بجوانی علی له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر في صحن مرمر والحاظ لا من بضاد نسيوتي غلط ضاد ني لا يتوج ضاد ضاء ضيع لا من ضاد نسيو غلطه والحاظ كأسياف الحاظ جمع لحظ جمعه لحاظ والحاظ باطن العين والحاظ يعني كأسياف تنادي او خمان بيرن تيدي تشاو عليش مشيرة تيدي تشاوي تنادي على عاصي الهوى الله اكبر وزور جواني خينا توهين وصوتك زور عجائب ناظم غزالي إيه
أو تشويه المشبه وتقبيحه. بله. تنفيرا من هو تحقيرا له. بله. بأن تصوره بصورة تمجها النفس. بله. ويشمأز منها الطبع. بله. قوله وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تنطقه. جاء قرب سري يعني شاعر. شاعر هكا سيجي جوان كديو به لتكاب فري فري به لتكاب ديو. اما ايش زمي داما لك كا عليك اعطيك اقصى كا او بدات اشاره كا علي ميمونه بيكني يا علي في لجنو تلطمو يعني لخوي ادا لخوي لا بخوي يا كشه اون يا دن لك كل مخيانو بل وترى اناملها دبت على مزمارها كخنافس دبت على اوتاري ما عرفتك قرب سريتها لجاتي جوانك عليك اعطيك فنجكاني أني بسر مزمارك يا مزمار على تموسيقاك يا علي قولان ترشيا توتسر وتري أو آلة موسيقايا إيه؟ أو استطرافه بلي. أي عدله طريفا حديثا بلي. بحيث يجيء المشبه به طريفا بلي. غير مألوف للذهن إما لإبرازه في صورة ممتنع عادة بلي. كما في تشبيه فحم فيه جمر متقد ببحر من المسك موجه الذهبي وكقوله وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد زبرجد بل هذا رفض حيوك زبرجد بشبابه وإما لندور حضور المشبه به في الذهن عند حضور المشبه بقوله وانظر إليه كزورق من فضة كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عربه يعني أتبه مشبه كمستطرفة يعني بطريف تازو جوان أيدي لقلم بحيث يجيء المشبه به طريفا يعني مشبه به بطريف يعني هتا من وابزان المشبه كيش الطريف حديث تازو أمانية بو دأتوا دريخي للشيوي ممتنعة شنتي كل ممنوع مرغوب مثلا أتوا فحمك خلوزك هشتا هيش تا آگریت یا ما و خلوص راش بیاد تو بزرگ و اهل ناوکه یا آگر ما و فویه کلیه که باه لیدا آگشیت و جمرکه متقیده ایشو بیهانی به بحری که و لمسک بالام شپولکانی عالتونه بحری خوی مسک بیو شپولکی عالتون بیه سیر که علیه که آن محمر شقیقی محمر لایتو لای من مخمری نسیو بس اوی لایتو جای جوانتلا كأن محمر الشقيقي أي شقيق تشيا ما معنى كتب الفكر انت مشا منك الدور سورة كان الشقيق كاتك برزبت وتصوب وتصعد علي بيداخ ياقوته بلاو كرابته لسر رميك لزبرجت كتن جوعان خوي ياقود بيو رمكي زبرجت ياشتك بلاي منه نادر الحضورة يعني مشبه به لشويكي نادر الحضور أخيت الرو إما لندور حضور المشبه به في ذهني عند حضور المشبه كاتك مشبه حاضر كي يشبهني علي انظر إليك زورق من فضة ورد برو علي زورق كشتية كشتية كي زيوة بلما 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 قد أثقلته حمولة من عنبر عنبري شي لسربية وعتباركي باري عنبر به للا لواقع هل تشبيهك مشبهش ومشبه بهش تكي نادر الحضور تشبيهك دون بيك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هاتي لسر تشبيه على غير صحوة كتر باب الثمام الله يجزاك